حيدر حيدر، انت شو حابب تاكل هلا؟ خلص ليك انا رح اطلك عزوي. قومي من هون. عم قلك قومي عن هالكرسي. قومي غزل، يلا قومي. حيدا، عادي. رهان وين رايح ابني؟ تعال تعال افطار. ماني جوعان امي. ابني رهان تعال عود افطار. شوف أخي أنا عندي شوية شغل. قلت لك تعال عود، ما رح تتأخر. تعال كل معنا. أمرك أخي. شو جاوبيني لشوف لسه ما وقفتي تفكير بهداك الولد؟ حابة اضربك أكتر لحتى تنسي؟ طلعي علي لما بحكي. انتي لساتك لحد هلأ بتحبيه؟ حبك إله مبين علي من عيونك. أمي أنا كتير جوعاني. ما رح خليكي تاكلي شي لحتى يجي الوقت اللي رح تبطلي فيه تفكير بابن عدوتنا، عم تفهمي؟ ما رح خليكي لا تاكلي ولا تشربي بالمرة. ألو كيف؟ إمتى؟ وين؟ طيب أنا جاي فورا. يلا بس حيدا. يا ربي شو صار؟ حيدر انت لوين رايح؟ ما بعرف مين اللي دق له لحتى حمل حاله وطلع بهي السرعة. انا عم حس بشي غريب، ما بعرف بس خايفة من يلي دق له. شو عم بتحاولي تقولي؟ امي هي دعاء. قصدي حيدر، معقول راح يشوف دعاء؟ لأول مرة من وقت ما أنا عرفتي بيطلع منك وبتقولي شي حلو. الله يسمع منك. إن شاء الله حبيبي حيدا بيكون راح يشوفها لدعاء. يا رب بترجاك خلي دعاء ترجع على البيت. أنا بتمنى إنك تحقق اللي ببالي. برجع الدعاء قصة حبي ما رح تنتهي ورح تكمل لك من شان الله. خلصينا. أنا عن جد خايفة يصير هلأ الشي اللي عم تقوليه. ألف مبروك حينا، ابنك حيدر ما قدر يعيش ولا ثانية بدونه. لازم تتحضري نفسيا، الظاهر عدوتك ما نام طولة لحتى ترجع على هذا البيت. كمان جازيلي حالك هنا لأنه عن قريب كتير رح تلعبي مع أحفادك الصغار.
بس انتو بتزعلوا لانه امهم ما نغزت. دعاء امهم. امي اذا رجعت دعاء وقتها رح تصير حياتنا كلها تعاسه، لازم فورا نوقفه لحيدر وما نخليه يروح يشوفه. امي اعملي لك شي شغله. ما رح يصير هيك شي ابدا، ما رح اسمح له يساوي هالشي، وما رح خلي دعاء تفوت على هالبيت لو الثمن كان موتي. ليش حيدر ما عم بيرد على تليفونه؟ لأنه هو بيعرف إنك رح تحاولي توقفي. شو بده يكون غير هيك؟ اللعبة تبعك رح تنتهي عن قريب كتير يا غزة. أمي ليش حيدر لسه ما رجع؟ شو صاير معه؟ أمي إمتى هو رح يرجع؟ أنا أمي أنا كتير متوترة، ما بعرف شو لازم نساوي. لاقي حل رجعي لي حيدر. كوني شوي صبورة، هو رح يرجع. تصرفات. قلي انت لوين رحت فجأة؟ ليكني رجعت امي، بس ما رجعت لحالي، في حدا معي برا كان لازم يجي معي. مين هاد اللي جبته لهون؟